كل ما تود معرفته عن اليهودية، الصابئية، المسيحية، الحنيفية، الإسلام، الفرعونية، الإغريقية، البوذية، الكونفوشيوسية وغيرها. في كتاب أطلس الأديان لسامي بن عبد الله المغلوث، عمل فريد يقدم للقارئ العربي كل ما يتعلق بالأديان، يبين عقائدها وطقوسها وأماكن نشوئها وطرق انتشارها بالصور والخرائط والجدول الزمني. أطلس الأديان كتاب جدير بكل مكتبة ومنزل. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب أطلس الأديان، العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.